تمكن لجاي تمكن خليك انت شغال انت شغال عشان فجأة ساعة ثاني شغال ليه هالطرف في الحوج ذا حمادات ليه القصب له كذا زي البترول بالضبط له كذا مشتق حضرتك بيطلع منه السبيرتو بيطلع منه السكر بيطلع منه الورق بيطلع منه حاجات كثيرة حضرتك الفدان حوالي بيتراوح من بين 35 ل 40 طن قصب في السنة. بالنسبة لسعر الطن، سعر الطن حضرتك 720 جنيه. بناخذ القصب من هنا حضرتك بنطلعه على شريط السكة الحديد اللي هو القطر بياخده بيوديه مصنع سكر قوس. القصب بيقعد سنة على الأرض كلام سيء ولوكسور كان إنتاجه على ما فيش سياحة يعني كان في شباب يروح يشتغل في السياحة لأن خمسة ست سنين سبع سنين ما فيش سياحة السياحة واقفة ولوكسور ما فيهاش مصنع يشغل الشباب ففي شباب متكدس عندينا احنا ذاك العمال كثيره ما لقاش عمل في القصب وزرعنا كله قصب مساحتنا ارياف لوكسور كلها قصب الموسم اللي احنا بنستناه من السنه للسنه هنا اللي في ناس من الخارج بتنزل بتاخذ الموسم يعني في ناس في السعوديه وفي الخارج بتنزل تاخذ موسم القصب احنا ده شغلنا واحنا عارفينه يعني بيكتب لبنات